بنطل عليكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج رمضان معنا أحلى. شو هي الطبخة؟ خلونا نشوف. شاف كيف كان الشوبينج اليوم؟ كثير حلو. اليوم رحنا نقينا اغراضنا بسرعه وتوفقنا في الغراض كثير. اليوم رخنه الباميه يخني غنيه وعم نعمل معها شوربه الكوسه. يعني رحنا جبنا الباميه الخضراء، لحم الموزات، ثوم، بصل، لقيت نعمل فيها يخني، وبدنا اهم شيء مع مرافق مع رز مع الشعيريه. رح نعمل يخنه شوربه الكوسه. بدنا كوسة، بطاطا، وزبدة، وفينا نستخدم شوية طحين، وفينا ما نستخدم لأنه حطين بطاطا فيها. يلا كيف بدنا نبلش؟ أول شيء بدنا نحط زيت على النار ونولع البامية. ضروري قبل ما نشتغل فيها بأي كان بامية بالزيت، فينا نستخدمها بدون لحمة وفينا نعملها يخنة، لازم أول شيء نحط زيت على النار ونقليها، لأنه بس نقليها بتحافظ على شكلها وفيها مادة بقلبها ما بتقعد تظهر معنا بهالشكل. هلا بتشوف بس نياكي بتضل بشكلها. بدنا بصل، بصل ناعم. البامي اكله كثير طيبه. حزال من وين؟ البامي؟ ايه من وين؟ من مصر. هي نبات مصري ونشأ بمصر، بس كلنا طبعا بالعالم العربي بنحب البامة ونستخدمها كثير. بمصر أم الدنيا طبعا. يعني حلو انه اليوم عم نحضر بامة، اول شيء اقتصادية، مانا كثير غالية، وبنفس الوقت بنحس انه سهلة التحضير. يعني اقصى طبق بامة ما بده اكثر من ربع ساعة. هينة. شوي بياكل اكثر اذا عم نعملها باللحمه، نحن حنعملها باللحمه اليوم. اذا عم نعملها بالزيت بياكل وقت اقل ما نعمل باللحمه. بدي احط زيت نباتي هون لان بدي نقلي البصل فيه، بنرجع نقلي الثوم. نحط كميه اكبر؟ رح نضيفها شوي زياده. ونولع عليهم. ومنحركهم. بمصر بحبوها كثير بالزيت. بيعملوا لها بندوره وبصل وثوم وكزبره خضراء، بحطوا لها حر اخضر كمان. صحيح. بحبوها حره شوي. وفينا نعملها كمان مع زيت الزيتون والبندوره وصلصه البندوره كمان. صح، هي بس نعملها بالزيت، كل شيء بالزيت. بس نقول بالزيت، بامي بالزيت، لوبي بالزيت، ورق عنب، كل شيء بالزيت بده يحط له زيت زيتون. بكون اكله صحيه 100%. هلا مثل مثلا بتونس ما بياكلوها مثلنا مع رز قبيله، بياكلوها مع لحالها وبغمسوها بخبز، ما بيعملوا رز. ما بيحبوا الرز. لا يعني الرز عندهم طبق رز لحاله، ما بيتاكل حد اليخانة، اليخانة بيتاكل معه تغميس بالخبز. أكثر شيء الطاجين بتونس وبالمغرب، وبيعملوا مشهورين. طواجن. طواجن أكثر شيء. في أكلات كثير طيبة بالمغرب العربي. رح نضيف عليها الثوم. نضيف وأنا بحرك إذا بدك. وأكيد اللحمة اللي عم نجيبها لحمة هبرة ما فيها أبدا دهن. رح نضيفها هلا. رح نضيف اللحمة. يعني يخني غنية فيها البصل، فيها الثوم، فيها الكزبرة الخضراء. صح. فيها اللحمة. يعني أهم شيء بهالطبخة إنه فيها فيتامين سي،
اللي هو بخلي جسمنا يمتص الحديد. كمان فيها مغنيسيوم بخلينا ننظم درجة حرارة جسمنا. هيدي كلها فيتامينات يعني. هلا هون دائما عم نستخدم باليخنات عندنا الرب البندوره مش البندوره. بتعطينا لون وبتعطينا حموضه اكثر. هلا في اخر شيء قبل ما نطفي عليها بشوي فينا اذا الست بتحبها حامضه اكثر تضيف لها ليخنه الباميه حامض معلقتين او حامض او شراب الرمان بيعطيها نكهه كثير طيبه. حلو رح نشوف اذا حمي الزيت بلش يحمى. بدنا ننتبه شوي لانه بيكون بقلبه. في نحن فينا نستخدم الباميه اليابسه. الباميه اليابسه بدنا نجيب اذا نستخدمها بدنا ننقعها بالمي السخنه حتى ترجع تستعيد المي اللي فقدتها لما نشفناها. ضروري نقليها للباميه قبل ما اي استخدام كان بالزيت او باللحمه. حلو نلفت نظر المشاهدين انه في حال نحن ما بدنا نطبخها للبامه ما بنغسلها، يعني نحن بس بنغسلها لما بدنا نطبخها لانه ممكن تصير اكثر لزوجه وطراوه على البروده. بس صحيح نحن هيدي عمليه القلي اللي بنعملها لحتى هيدي الماده اللزجه اللي بالبامه ايه تروح تروح. لانه في اشخاص ممكن يعتبروا انه بنقدر نعمل البامه دغري نجيبها ان كانت اذا كانت يابسه بنقعها بالمي السخنه وبنستخدمها، وإذا كانت خضرة نفس الشيء دغري بنسلقها أو بنقليها وبنحطها. هيدي الطريقة أبدا مش صحية لأنه بتبقى هيدي المادة مزعجة شوي بالبامية. رح أحط لها دبس البندورة شراب البندورة اللي ممكن كمان قلنا إذا ما عندنا إذا ما فينا بدنا نشتريه فينا نعمله إحنا بالبيت نحضره. وأكيد كل الأشياء ممكن نحضرها بالبيت بتكون طعمتها أفضل. افضل بكتير ما انه نشتريها جاهزه. بس نقلي الباميه نحطها اذا كنا عم نعملها مثل ما عم نعمل اليوم باللحمه او بالزيت بس نحطها بالمرقه اللي هي فيها بتبقى محافظه على الشكل هو نفسه، يعني مش انه والله بتتغير او بتفرق او شيء بتبقى شكل واحد. في ستات كتير ممكن يستخدموا إذا ما بيحبوها كثير رخوة تكون سائلة شوي يعني اليخنة المي تبع المرأة فيهم يضيفوا لها شوية طحين لنا معلقة طحين صغيرة إنه عم نقلي البصل ممكن نحطها معهم. هيدي صارت جاهزة رح أضيف لها المي. قديش بنخليها على النار؟ لتستوي اللحمة تقريبا بدها شي ربع ساعة. حلو بدنا نفحص اللحمه لانه الباميه مستويه. هلا بس تصير اللحمه ناضجه 70% بنضيف عليها بنرجع الباميه اللي قليناها. بدي احرك الجوانب. الباميه مفيده كثير للقلب العضلات ولكمان ارتفاع ضغط الدم. عم نشوف قديش الطبيعه الله انعم علينا فيها اشياء كثير بتفيد جسمنا. بدها وقت كمان حتى احنا عم نقليها مش انه بنحطها دغري بالزيت وبنشيلها، ما بنحطها بزيت حامي كثير مشان ما دغري تاخذ لون وتكون بعدها ما تقلت مزبوط. بدي احرك دائما بس حط مرقه بمعلقه خشب بحرك الجوانب الطنجره الكعب اذا في شيء ملزق فيها بصل او اي ثوم او كزبره بيطلعوا. بدنا نضيف لها هلا رشه الملح. فينا اذا بدنا نحط بقلبها عود قرفه بيعطيها نكهه كثير طيبه. بنرجع قبل ما نسكب بنشيله لانه مش حاطينه بهار حاطينه عود بيكون حلو. لما بدنا ننتبه كيف بدنا ننقل الباميه ننقيها خضراء تكون لونها داكن ومش طريه وحجمها صغير تطلع اطيب ما تكون حجمها كبير. يصير بقلبها بيكون في قلب كثير بذر بتكون كبرت بيكون حجمها الصغير هو هذا الحجم هذا اطيب شيء بالباميه. بيكون اول اطفي اول ما بحوشوها بكون دخل موسم الباميه بتتقطف دغري اول مره بعدين بصير تكبر. بصير اذا بدنا نعملها يخني او بالزبده بصير بدنا نقطعها ثلاث قطع لحتى
تصير بهذا الحجم. رح نقدم معها ضروري رز بشعيرية اللي بيرافق معظم لخناتنا. اللي ما بيحب الشعيرية يعني شاف لازم نقطع شنهار رز بلا شعيرية بالبروجرام. رح نعمل رح يمرق معنا بعد صلصات بيضة ممكن نعملها هلا. إذا حدا ما بيحب مثل ريتا الشعيرية رح نعمل له رز أبيض. رح نصير نمرق رز أبيض بدون شعيرية. إكراما لإلي. هيدي رح تبلش تغلي. البامية بدها دقيقتين بتصير جاهزة. بهالوقت رح ناخد شوي من الزيت نولع النار. خبرينا كيف عم يكون نهارك طويل متعب؟ ابدا يعني قد ما عم كون متحمسة تأجي ونصور هالحلقة عم يمضى نهار ولا عم حس فيه. وكمان قد ما عم متحمس انه ناخذ هالاكلات ونروح نفطر مع العيال اللي ناطرتنا. لا بالعكس رمضان هالسنه اجمل بكثير. عم نحس الايام عم تمرق دغري قد ما الواحد عم يكون مبسوط بشهر رمضان. الحمد لله شهر يعني بيرجع للعباده لتلتقي العالم مع بعضها لتجتمع العيله يجتمعوا الاصحاب لنعمل هالاطباق الطيبه ناخذها لاشخاص نتشارك معهم. هيدي البامية طلعت ريحتها إذا بتشمي الريحة أكيد بلشت تاخذ هذا اللون اللي بدنا إياه. كل يوم عنا روايح طيبة بالاستوديو ما بخبركم يعني بناخذ النتيجة على الإفطار قد ما طيبة. إيه إن شاء الله. رح نطفي على الزيت. حلو شفنا كيف اخذت الشكل الحبه. هلا قلنا لما تبلش تستوي اللحمه بنضيف الباميه على المرقه. الباميه ما بدها كثير لانه انقلت حبتها صغيره ما بدها كثير وقت لتستوي. اذا حطيناها دغري معهم ممكن تفرط الحبات وخاصه اذا ما كنا قالينا. هي نطفي عليها رح ننطر لتستوي اللحمه. نقعنا الرز اكيد وبدنا نحمر الشعيريه. قلنا رب البندوره على طول بس تستخدمه كمان بشد الصلصه شوي. كل شيء فيه دخله بندوره. اذا ما حطينا طحين ما في مشكله لانه بكون عم تشدها بصير سميكه الصلصه شوي. وكثير يعني كثير طيبه نعمل قليه البصل والثوم. ايام بكون رايحين عند زياره عند حدا بتشمي بس توصل على البيت قبل ما تفوتي عند الجماعه اللي رايحه لعندهم بتشمي ريحه القليه طالعه. صحيح انت وفاتي ريحه الكزبره والثوم واللحمه بتبلش تشتهي. بتبلش واحد يشتهي. طب نحن شايف فينا بنستعمل مثلا بس بصل بلا ثوم؟ فينا. هلا في كثير ستات بتفاجئوا انه هن بيحطوا ثوم ما بيحطوا بصل. بيسالوني ايام كثير انه كيف بتحط انه اليخني ونحن بنحط لها ثوم وكزبره ولحمه. فبقول لهم انا جربوا البصل كثير طيب معه. هلا فينا نحط بصل ولحمه وكزبره، فينا نحط ثوم ولحمه وكزبره. كمان ما في مشكله. بس الاثنين بس يفوتوا البصل والثوم مع بعض بيعطوا نكهه مميزه. كثير طيبه. وبتقول الكزبره الخضراء كمان بتعطي نكهه كثير مميزه عليهم. رح صفي الرز. شو شايف بدك نحط هلا الرز ولا بعد البريك؟ يلا بريك وبنحط الرز. اوكي، لكن بريك.